بأهم ما تناولته صحفنا اليوم من الناحية الاقتصادية. وخبرنا الأول من جريدة الأهرام تحت عنوان الحكومة تستهدف خفض سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيه. الحكومة عايزة توصل لده بعد الإجراء الأخير اللي أخدته الخاص بإعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية بدءا من 15 مارس الجاري حتى نهاية العام. رئاسة الوزراء بدأت في مراجعة أسعار السلع وإصدارها من خلال وزارة التموين، وده مع مراقبة الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين. قرار الإعفاء الجمركي هيتطبق على 1 مليون طن سكر خام اللي بتستوردهم الدولة، ده لتوفير كامل احتياجات السوق المحلي بجانب إنتاجنا محليا من السكر. الحكومة هتعلم برضو عن أسعار القمح محليا في اجتماعها اللي جاي يوم 15 مارس. من المتوقع أن يكون السعر وفقا للأسعار العالمية، ده ليه؟ لتشجيع الفلاح على زراعة القمح وزيادة رقعته الزراعية.